السلام ومرحبا بكم في موعد جديد. سبعة ملعبية ألقوا في عام السنة في البطولة. جيم الفيديو أبوني للشيم ويلا بينا. اللاعب رقم سبعة هو وسط ميدان النجم الرياضي الساحلي والقادم كإعارة من نادي بالميرا في لاتفيا، معتز زدان. معتز عنده 21 سنة ومن اللي بدأت البطولة قاعد يوري في إمكانيات معتبرة، قوة بدنية كبيرة وتحكم في الكرة لا بأس بيه، وما يحسبش بلغط الكرة. اللاعب مرامدي، اللاعب نتصور مع التألق مع وجود وكيل أعمال معاه عالمي كيما فرانشيسكو توتي يستنى فيه مستقبل كبير. اللاعب رقم 6 هو وسط ميدان النادي الإفريقي لاري العزوني. من أول ما تقمص زي الفريق جمهور الإفريقي بدأ يتغنى باسم لاري وعوض أحسن تعويض خروج وسام يحيى. العزوني قاعد يقدم في مردود محترم ومحترم جدا. لاري هو حاليا محرار وسط الميدان متاع النادي الإفريقي، هو اللي طلع الريتم وهو اللي يبني الهجمات. اللاعب يتميز باللعب السلس والجميل وبحكم الخبرة اللي كسبها في أوروبا، صحيح مش نوادي كبيرة ولكن انتقاله من دوري إلى دوري في أوروبا أعطاه الثقة في الاحتفاظ بالكرة وخاصة في التعامل مع الوضعيات كل مرة بطريقة. وما ننساوش اللي لاري متكون في مارسيليا ولين وصل للعمر 20 سنة وهو يكور في منتخب فرنسا. اللاعب الخامس هو اللاعب المنزيري أنا يو إيوالا، القصير السريع لنادي الترجي الرياضي التونسي، صاحب 23 عام واللي جاء من إنبا في سيف الفارد في سعى مفرد روحه في تشكيلة الترجيين وأصبح السلاح الأهم بعد تراجع مستوى الهوني بسبب الإصابات. إيوالا يتميز بالسرعة متاعه مع قصر رقامته والقوة البدنية يعمل برشا مشاكل لأي فريق في الدفاع، بلغتنا لاعب مشاكس. اللاعب الرابع في الليستة هو المتألق يوسف العبدلي، لاعب الاتحاد الرياضي المنستير، وكما شفنا سنة في البطولة ومع وجود فوز البنزرتي على رأس الاتحاد، الفريق كان لآخر جولة في المرحلة الأولى متصدر وينهيها الثاني خلف النادي الإفريقي. هذا ما جاش من فراغ، صحيح خدمة الكوتش البنزرتي لكن زاد بتميز العديد من اللاعبين ومن أهمهم كما ذكرنا يوسف العبدلي. اللاعب بعد فسخ عقده وعدم نجاحه مع الترجي قاعد يتطور في المستير ماتش بعد ماتش ويجبد الانتباه خصوصا بالمهارة اللي يتمتع بها. اللاعب باش يكون ليه مستقبل كبير في المستقبل كان يكملها. نوصلوا للاعب الثالث وسط ميدان اتحاد بنقردين لسعد الجزيري، وبعد ما لعب عامين في السعودية مع النادي النهضة وقبلها عام مع النادي الإسماعيلي في مصر، يرجع لسعد إلى اتحاد بنقردين وقاعد يساهم معاه في تألق النادي هذا واللي ترشح للبلاي أوف وأصبح منافس من الكبار. لسعد الجزيري بحكم الخبرة متاعه 32 سنة ومعرفته بأجواء البطولة في سامع أبطال إضافة للاتحاد ومع تسجيله 5 أهداف سوى كانوا بلنتيات أو أهداف عادية، اللاعب يقدم في مردود محترم ويستحق نحطوه في الليستة متاعنا. اللاعب الثاني هو لاعب الترجي الرياضي التونسي واللي رجع من تركيا وتجربته الفاشلة مع مالاتيا سبور، قاعد يسترجع في إمكانياته وفي هذا الموسم بالذات رجع غيلان الشعلالي يصول ويجول في وسط الترجي. ومع التألق متاعو في فكان الكرة الشعلالي ولا جوير تكتيك مقوي برشا، ينجم يلعب ديمي أوفنسيف كيما ينجم يلعب سنتينيل قدام المدافعين، الشيء اللي شفناه مع المنتخب في مباراة البراز الأخيرة ضد المنتخب المالي. ومع ذكرنا للمنتخب جيو للاعب الأخراني في الليست نتاعنا، مدافع النادي الإفريقي والمنتخب التونسي نادر الغندري. صحيح اللاعب ملعبش برشا مع الإفريقي، 4 ماتشوات كانت كافية باش تجي كونفوكاسيون من جلال القادري بسبب التألق نتاعو والفيزيولومي اللي يتمتع بها. نحكيو على لاعب طوله 1.94 متر. الغندري قاعد يواصل في التألق ويوصل مع فريقه لمرحلة البلاي أوف مع الثقة الكبيرة اللي كسبها في زوز الماتشوات اللي لعب مع المنتخب وتقديمه مردود محترم. وصلنا لنهاية الفيديو، كان فما اسم ما ذكرناش اذكره لنا في الكومنتات، ما تنساش باش تعمل جيم بالفيديو وابوني للشين، ونترككم في حفظ الله وشاهية طيبة.